ما ينفعش نختم معاك الفقرة دي غير لما نسألك عن بقى خلاص يعني العد التنازلي بدأ لنهائي أفريقيا، يعني قمة مصرية زي ما نعتبرها كده، ديربي ال ايه ديربي الديربي الافريقي الافريقي القرن، ديربي القرن. قول لي بقى شايف الاستعدادات بقى، استعدادات فريقنا، شايف المواجهة هتكون ازاي؟ يعني اعتقد ان الماتش ده هيبقى من احلى الماتشات في تاريخ مصر. ده انا رايي ان كل اللعيبه هتطلع اقصى ما فيها، اقصى ما عندها من طاقه ومن كوره ومن روح ومن كل حاجه، عشان المكسب هيبقى كبير قوي. صح. ان شاء الله يعني لما يكسب الماتش ده هيبقى معنوي بطريقه مش طبيعيه. صحيح. وببطوله لما تكسب من الند بتاعك نادي الزمالك، فرقه كبيره طبعا، والفتره دي ماشيين بشكل كويس قوي. فانت لما تكسب نادي الزمالك وفي ارضك هنا برده في مصر وعلى ملعبك يعتبر ملعب الزمالك برده، وتكسب بطوله بديربي، فدي اللي قدام كمان هتدي للعيبة ثقة مش طبيعية. بس أنا شايف إن الأجواء كل اللعيبة مركزة، يعني أنا كنت بتكلم مع أيمن كل يوم وبتكلم مع معظم اللعيبة في النادي الأهلي، إن اللعيبة يعني مستقتلة على الماتش ده، إن بطولة زي دي يعني ماتش بطولة، فاللي هو ما فيش ماتش أحسن من كده. وأنت إن شاء الله يعني اللعيبة كلها عايزة تعمل حاجة وتفرح الناس اللي موجودة. ده كلام يعني حتى أيمن بيقول لي كده، يعني نفسي نفرح الناس اللي موجودة، والناس عشان الفتره دي هتبقى صعبه على كل الناس لو قدر الله الاهلي خسر. فاللعيبه برده بتفكر في الجماهير، اللعيبه كلها طبعًا بتفكر بالظبط في الناحيه خاصة دي، خاصه الاهلي كمان مميز قوي السنه دي. يعني بالزبط. يعني النادي الاهلي ما شاء الله واخد الدوري قبلها بسبع اسابيع. سريعا تقييمك للموسم الصعب ده للنادي الاهلي، وده ممكن يكون عامل ايجابي للمباراه النهائيه، ان احنا ماشيين بشكل كويس، معنويات عاليه، واخدين دوري. بالظبط بالظبط. السيزون ده لا، الاهلي بيأدي باداء مش طبيعي ما شاء الله، سواء مع فايلر كان ماشيين بشكل كويس جدا بارقام، وحتى الدنيا كانت كويسه جدا. بعد الكورونا كان يمكن الاداء مش زي ما كان قبل الكورونا، بس ده طبيعي بعد ما بتقف خمس شهور ولا حاجه، فده صحيح. طبيعي عمرك ما تطلع بنفس الريتم اللي كنت يعني ناهي بيه. بعد كده جه مستر موسيماني، دلوقتي ما شاء الله الفرقه شكل مش طبيعي ما شاء الله، بحاجه تبسط يعني الواحد قاعد الاهلي بيبقى قاعد مبسوط كانه بيتفرج على فرقه من اوروبا. صحيح. دي حقيقه يعني كوره واداء وجوان وكل حاجه. فاعتقد ان السيزون ده بالاداء اللي الاهلي بيلعب بيه ده هيبقى ليه فرق كبير جدا في الماتش النهائي، وان شاء الله يعني ان شاء الله الاهلي يكسب يعني باذن الله. كابتن يعني ان شاء الله شرفتنا. باذن الله ربنا يخليك، نورت بيتك الكبير، ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا لؤي، وبالتوفيق ليك في الفتره اللي جايه. واحنا يعني انا عن نفسي ان شاء الله متاكد انك هترجع وترجع قوي جدا باذن الله، لان امكانياتك الفنيه كبيره، وان شاء الله تكون موجود كمان معانا في البيت الكبير بعد ما نفوز بالبطوله. يا رب يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك، وشرف ليا ان انا موجود هنا يا كابتن. نورتنا يا كابتن، شكرا. بعد